خارج اتحاد بالعباس اللاعب بونوار رضوان عبد الوحيد واللاعب الحالي لأولمبي شلف. هذه السنة تحصلت على كأس الجمهورية مع فريقي جمعية شلف، وتحصلت على الدكتوراه تاعي تخصص صيدلي من كلية الطب سيدي بالعباس طالب مراد. مهمة صعبة جدا لأن التخصص صعيب بزاف، تقرا في كلية الطب ماشي حاجة سهلة باش توفق بين كرة القدم سيتو مين تطلع اون سينيور، تسمى ما تقدش تغاطي لي زونترينمون، ما تقدش الفوت اسيستي تاني لي كوت، اسيستي لي تي دي لي تي بي، سيتي با فاسيل بور مو. الحمد لله ربي وفقني. اي لاعب يقدر يكون لاعب ويكون ايتوديون زعما، كيما انا كي مين كنت دي فوا في لي ديبلاسمون ندي معايا لي دوكيومون، ندي معايا لي كور في الميز اوفير، نديهم طول الوقت معايا لي دوكيومون تاعي، معايا لي بي سي تاعي. الحمد لله ما كانتش مهمه سهله. الفضل الاول يعود للوالدين اللي بلا بيهم كانت المهمه تكون مستحيله. اخ تاعي بنو عبد الصمد اللاعب السابق للاتحاد بالعباس، اللي كنت نشاور في كل صغيره وكل كبيره، اللي ما نديش ديسيزيون بلا بيه بيان سير. ما ننسوش الفضل تاع المدربين، كيما هذه السنه كانت حساسه جدا لو ميموار ولي ستاج. هذا العام المدربين سهلوا لي المهمه ثاني، المدرب القادر عمراني، المدربين السابقين ثاني وقفوا معايا بزاف وعاونوني. ونشكر ايضا اداره جامعه طالب مراد سيدي بالعباس. الان غادي نتفرغ للرياضه بحكم اني في فريق عريق كما اولمبي شلف. ان شاء الله يا ربي نزيد نحقق معاهم القاب اخرى، نتمنى ان شاء الله نكون في الفريق الوطني يوما ما باذن الله. بما اني ضحيت كل هاد السنوات ومزجت بين الرياضه والدراسه، ما غاديش نسمح ان شاء الله ني في الرياضه ني في الدراسه. على اللاعبين كسوسوا اللي غادي يفوتوا الباك ولا ليهم الجامعه، قول لهم باللي حتى حاجه ما مستحيل، تقد تمزج بين الرياضه والدراسه، مي اللي قد تكون عندك دي زومبيسيون، يكون عندك ان بوت ديال في راسك. صافا في ان غران بليزير ملي شفت لا فوتو تاعي اللي داولوها كاع صفحات الجزائر. نشكر كاع الجمهور الرياضي اللي شارك معايا الفرحه تاعي، والحمد لله ان شاء الله مزيد من النجاحات الاخرى كو سوسوا في الكوتي سبورتيف ولا في الدراسه تاعي.